اوكي، كأنك قاعد تتفرج في الفيديو ذي، عندك شانس تاع 90% اللي انا وياك عنا رابط عجيب ما بيناتنا. كأنك ما تعرفش شنو هي الرابط العجيب ذي اللي احنا قاعدين نعيشه في تونس، مش تونس، تونس. علاش ما نشدوش الحاجات الهم اللي عندنا لهنا ونضحكوا عليهم، خاطرش خير بالضحك. قال لك الضحك يداوي، عارف كيفاش الضحك يداوي؟ ما هو ما قال له كيك بخلاف اليوتيوب ما يخلصش، بخلاف لي انا ما عنديش فلوس حتى وكان انا عندي 6 سنين في الدومين الذي هذا الكل ما يهمش. شنو هي الحاجات اللي بالرسمي خاطر عندنا برشا هموم في تونس؟ اوه عندنا، وحسيت حد مستغلها الحكاية اللي احنا مش نستغلوه، ممكن ياسر تولي سيرية ذي خطر احنا تونس. لا سامحوني، تونس. كي وصلنا لليد القاعة متاع الجيب يا سيبو، ما عادش فما حتى شيء. الجمعة اللي بعد طباف تطلع لك، تطلع لك فزة واحدة اخرى، تعرفش علاش اي نجم يطلع لك في تونس بني. استاذ يدرج اية قرآنية في فرض الفيزياء. كي وقاعدين نشوفوا لهنا يقراوا على الاتموسفيريك وكل شيء، فجأة تخيل قاعد تعدي في دفور فيزيك، عارف روحك باش تجيب فيه 7 على محالة، خاطر باش تجاوب على كل الفقرة اللي على 3 بوان كهو، بعديك فماش متن وش 4 بوان بالشيرات هذوكم. فجأة تقرا آية قرآنية، أنا كريت الحكاية ذي في بالي، في بالي ترول في بالي تبدليك وكل شيء، لكن البروف جاوب، أنا ذي اللي يهمني، البروف جاوبنا فهمتني ويعطي الصحة خاطر البروف جاوبنا، خاطر أنا بدي نحب نعرف وجهة النظر نتاعو. شكون هذا فرض الفيزياء اللي صار عليه النقاش فيه جملة من الأسئلة في الفيزياء والكيمياء والسؤال اللي صار عليه الجدل. ساعة أول حاجة كي قاعد نلاحظ الدفور قصير، معناها الدفور نقصته كان بان شانس في الأخر، عرفتك بان شانس اللي حطوه هنا اللي حطوه البروفات نقصته بان شانس معناها. أنا الأستاذ الفيزياء. أيوة أستاذ. امتحان السداسي الثلاثي معناها الفترة الأولى. تعرفها اللي بلاد مقحلة وقت اللي ما تعرفش لي يا السداسي يا الثلاثي، تعرفش كيف الفترة الأولى. وفيها جزء يتعلق بالضغط الجوي. الضغط الجوي. التلامذة انه لا فارياسيون دو لا بريسيون اتموسفيريك ديمينيو لورسكو لالتيتيود اوغمونت. عندي حتى فكرة شنو قال. اوكي يا ما تتوقعوش مني باش نفهم الحاجات اللي قالهم، انا يوتيوبر لهنا، كان جاي في الخير راني كملت قرايتي. علي حديد. الفيزيك بالفرنسيه باش نلقى مشكله، والتلميذ ديجا لو كان ندخل من اول ساعه لاخر ساعه نتحدث بالفرنسي مش يلقى مشكله. دونك ثم بحوث عالميه وهذا ما يا ولدي ما علي ما قديتش الدفوار بالعربي. هاي ما دامك انت تحب خويا تعمق اللغات، مره جاي السؤال الاول بالعربيه، السؤال الثاني بالفرنسيه، السؤال الثالث بالانجليزيه، اسبانيول، شينوا، جابوني، جولة بيه بعدها بقدر خاطر ما كنت تفهمه. كل ما تتعلم لغات كل ما بيه بروف فيزيك هذا ينجح، عجبني البروف هذا. قاعدين مكذبين عليه اللي جان متاع الإصلاح التربوي لتوا وكان تحب تتصل بالمفقدين، تلقى اللي هما قاعدين يخوضوا في الموضوع هذايا. يا هل ترى نجم ندخل يا ولدي ايش مدخل عايش خوي، فما دفوار إسلامية فما دفوار فيزيك. معناها المرة جاي يعني التلميذ كي باش يرجع فيزيك ما يسموش يرجع فيزيكا ويرجع مات فيزيك سيوس، شكون يعرف على البلاويات زاده؟ ممكن ياسر لازمك تشجع تراجع تراجع جغرافيا مثلا، خاطر ماكم تعرفوا اللي الارض معناها مدوره وتونس تقع في موقع استراتيجي. دونك تونس هي شنو بالنسبه للالتيتود؟ لازمك تقيس نسبه الالتيتود على نسبه الملح الموجوده في البحر وتحسب البورسنتاج نتاعها. الهدف هذا بيداغوجي معناها، هدف بيداغوجي، وديجا انت تنجم تتصل بالمفقد نتاعنا واي مفقد في ماده الفيزياء تقول له هل ترى الايه هذه تدل على نفس الموضوع نتاع الدفوار لا بريسيون ديمينيو لورسكو لالتيتود اوغمونت ولا تو يجيوك. اوكي خمت عدى خمت عدى اخويا، معناها التلميذ هو مسكين فهمتي ما قرا برشا من اول العام لتو،
تلميذ فهمتني من اللي بدا العام هو كل يوم يقرا ما فهمش جرافيت ما فهم حتى شيء، يجي باش يرجع الفيزيك اليوم انت عارف تلقى 40 صفحه فهمتني، يجيك فيه اسلاميه خاطرك انت لازم زاد التلميذ يجتهد، فهمتني التلميذ لازم يقرا في الليسي يقرا ايتود وكي باش يرجع فيزيك رجع المواد الكل خويا ترش على البلاويات. صح لبيب. لا فين اللي من الجينيراسيون تاعي انا تعرف قديش لبيب كنا عاملين عليه جو في التلفزة كي يجينا لبيب حبيب ودنيا مسكين لبيب لاني حتى لبيب اختصبوه. كل شيء معناها من راسي انا شنو نتخيل روحي توا طفلة عايشة في تونس هو لبيب تفرج شعملوا فيه مسكين. بالطبيعة ما نجموش نحكيو على تونس قبل ما نحكيو على حجامة كاسك ليفل 1. اللي ما يعرفش حجم كاسك ليفل ا راك ما لعبتش ببجي ولا ما لعبتش فري فاير ولا ما لعبتش لي جو دو كاسك ليفل ا الحجم اللي قدامكم الذي بزري تاه قدامكم التوليني عارفها اللي شعملوا تونيسير العشرة بليز لا لحديش بليز لا وصنهار بليز لا مساعة بليز كي على كذبة إذا ما محل بلا لي هي فهمتني مؤامرة باش يطيحوا من قدر الخطوط التونسية فهمت الساعة تونيسير عمرها ما تعمل رتار متاع 3 سوايع تونيسير تعمل رتار تاع 5 سوايع فما فوق ما هوش صحيح تونيسير ما تعملش رتار تاع 3 سوايع كهو. احد ضحايا التيك توك او لازم هذا فماش فيديو فما ما لازمناش نحكيو على تونس من غير ما نشوفوا التيك توك تراه وريه شق 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 اشترى بطق اشترى بطق ساعة ما برشا اسئلة لازم نجيب عليهم قبل كل شيء اشتر الفيديو وسكت قاعد يشوف بس قاعد نسجل ولا لا انا ثاني حاجة شنو هي النوارة هذي اش تعمل غاديك ثالث حاجة البارولات مهم ساعة الموسيقى وين شق 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 اشترى بطق اشترى بطق. نعيش في تونس البلد العجيب اذا بارتاجيتها في الفيسبوك اي مثل تيلي خليني نقرا هيلكم معناها يزني صوت تاع الطفل خرجت نشري من الحانوت نلقى قطو سكحنا انا في تبيتي نكره القطاطس يا اخي بعد بعدت عليها ويزيد يقولوا لي اللي الكحله خايبه انا نمشي وهي ورايا نوخرت وخر معايا انا نجري وين تجري معايا لين وليت نسيح في الشارع يا اخي نقزت عليا نطرتها وروحت نجري نبكي خايفه على الاخر والله شكون تعرف اش معناها يفرحكم. تعرف نحب نهار ندخل في الجروبات تاع البلاد هذوما جوست نقرا البوستويات على خاطر حسسهم فما بوستويات تاع جماعه خاتشيبي. خلينا نعاونوها لازمنا نعاونوها من منبرنا هذا نعاونوهم شنو هي معناها حكايه القطوس هذا ممكن ريحتك بالشياط. عندي صاحبي قال لي اجاني للدار التسعه مشيت نقصت التسعه قبل من النوم وقتلوا يا اخي مش قلت لي اجا 9 هي عاد قلت لك اجا 9 تجي 9 الماني بتبيع معناها التونسي لازم يقول لك جي 9 معناها العشرة العشرة ونص هكاك بتبيع السيد بيرم لهنا هو اللي غلط في الحكايه بتبيع 9 مش معناها 9 هذا معروف في تونس الكل معناها شنو موكش تونسي صحيح. عندما يدرك الجزائري ان رئيسه لا يستطيع هضم طعامه لكن حكومته تهضم ثروات شعبه عندما يدرك التونسي بأنه بإمكانه حساب مساحة وطني بوسط المسطرة 20 سنتيمتر عندما يدرك المغربي أنه لا يعرف ما هي بطاقة الأخ. ليه حياة للمغاربة اللي يتفرجوا فينا وليد زيرين عارف ما برشا منكم خاوة خاوة الولاد كنا نضحكوا على الهم متاع بلداننا راهو يعني كنا جايين نضحكوا على الهم متاع بلداننا. نومرو كارتا 10 الاف ميرسي ما بينتناش ابعث لي تصويرة البربريز متاعك بعثت له تصويرة
تصويرتي انا هذيك. ياب عطيو هالجائزة، عطيو هالجائزة. الطفلة ذي لازمها جائزة برجولي. احنا باش نبدلوا اسمها الجائزة ذي، باش تولي اسمها احسن روست. فهمتي؟ تنجم الطفلة ذي ما نعرفهاش، اما كيك تتفرج في الفيديو ذي تنجم تجي تستلم الجائزة بتاعك ذي. بالطبيعة ما نجموش نحكيو على تونس من غير ما نحكيو على التلفز بتاعنا، خاطر التلفز بتاعنا فريمو عندنا حاجات. طيب بركنا القوي حد ما هبط الفيديو ذي حطوا في كومنتير، ما لم يبث في المباشر على قناة حنا بعلم برنامج بالمكشوف. خلينا نتفرج برنس بتفرج فيها الفيديو. أنت تسكت شوي. وين لازم فما ضرب؟ والله لا سمعنا حد من العباد، كاينا في عركه، كاينا في حومه، نطلعوا نيفو شوي. سي عبد السلام، سي تمام، طلع نيفو يا ودي، طلع نيفو. توانا طلع، توانا لما توانا صلي هنا نيفو تحكي عليه. سي تمام، كمل الميسيون. شكون هذا اللي يصب في النادي الافريقي وتقول لي قصوا الميسيون على الكره؟ ساره ولا يا ولا حويل، يا ولا حويل، اقسم بالله نعيشوا في تونس. اوكي جست باش نركز مع ذا، مانيش باش نقرا الكل خاطر اللي انا قريت. حروف ببجي هي اختصار لعبة بلايرز بلاير انونز باتل جراوند، لاعبون مجهولون في ساعة المعركة. وقت اللي لعبت انا ما عندي حتى فكرة فيش قاعدة تكتبها، بتحب تكتب خاطر الموضوع ترندنج. كي ما تفهموش في الجيمينج ما تدخلوش روايحكم مع عيشكم. بلاير انون هو السيد اللي صنع الجو، مش معناه لاعبون مجهولون في ساحة الماركة. فري فاير شنو باش ترجموها بالله؟ النار المجانية. اوه فيديو ذا ليجندير لازمك تتفرجوا فيه، وباش نوفى بيع الفيديو اخر فيديو. هرس دينامو، اضرب دينامو فشخو. ها اتلعب حلمي فزلو نادين ودي غبك، نادين ودي غبك، كنت محمد نان. اه كوي ود محمد، ايه وقف وقف، وين قاعد عليه؟ قلت له ود محمد هاي فز حلمي، فز حلمي، عارف كنت محمد. اضرب اضرب وجهه، اضرب على وجهه نادين ودي، اضرب على وجهه تضرب يطخ فيا نادين ودي. اه حليلي قلت، حليلي قلت، تضرب على راسه يا حليل يوقف بابك يا روح وبابا يستنى. آه كمل يمشي كمل، خليكم 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 يستنى. قلت محمد ما ياكلش الماكل، وقلت تيوب حتى لو ما ناكلش الماكل تيمشي تهرس. اضرب اضرب بالكاميرا، اضرب اضرب على الريال وظهر، تضرب ابويا حلمي ولديني. اه خي قلت، اه خي قلت، اضرب بالله يضرب هرس دينامو ولد محمد، هرس الدين والدي، يضرب في الماكل الطحان، يضرب في الماكل غلبك ولد محمد، تاكل في الماكل ويغلبك ولد محمد يا حلمي، اضرب لي ناد دينامو. اوكي يا جماعه كي كل سنه الاخر الفيديو باز، مش باش تكون الفيديو الاخر على تونس برما، باش تولي سيري ذي مش سب تونس البلد العجيب ولا فازك ولا نعيشوا في تونس ولا حاجه كيما هكا بزاف. ما عرفتش ليه مش سمع اصلا. كان عجبكم الفيديو ذي ما تنساش باش تحط لايك اللوطه، بارطاج الفيديو مع اصحابك. هكا يكون سنه الاخر الفيديو، قريب نوصل 200 الف سو لايك سبسكرايب. عزيز بلادي بيع في الكذبه بالكيلو، تراود كذاب والقصه شبه خيوط، من نادم صبري لباكي روبن هود، اقوى من فيلم هندي، اقوى من هوليوود، لابد في تونس تعاود تحيا وتموت. بلادي غريبة في عالم غريب، صعبي ما تفهم شي جابها كذيب، اوبيراسيون تونس البلد العجيب.
بطولة غريغوريوس.